هنعمل مع بعض طبق لطيف مكرونه بالتونه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع تشكيله من الخضار لطيفه وجميله. الخضار بتاعنا كوسه وجزر، اللهم صل على النبي. طبق الخضار او طبق المكرونه بالتونه، المقادير على الشاشه. مكرونه بينا وتشكيله من الكوسه والجزر والسبانخ. كوسه جزر سبانخ، ومعانا طاسه شديده الحراره على النار. ازاي نعمل مكرونه فيها محتويات كتيره من الخضار؟ والله حابه تضيفي سبانخ، احنا معانا سبانخ على فكره، سبانخ من خير ارضنا زي الفل اهوت. انا حابب ان هي تشارك في طبق المكرونه ده، والسبانخ غنيه بالحديد للاطفال الحلوين، وخاصه في المراحل الاولى من عمرهم. المراحل الاولى من العمر بيتطلب ان احنا نهتم شويه باطفالنا ونأسسهم كويس، لان في سن معين كده تقريبا 20 سنه او 18 سنه على ما اعتقد، يعني العلم اللي الابحاث العلميه بتقول كده ان خلاص العظم ما بيبداش يمتص الايه الحديد ولا المعادن، فبيتاسس الجسم خلاص. عشان كده لما حد بيجي على الدكسر ولا حاجه يقول لك سنه كام، هل في محتمل ان جسم العظم ده يلم نتيجه العمر؟ فنتيجه كمان ان انا اسس اولادنا ان دايما في المراحل الاولى من العمر يكون في نسبه حديد عاليه في الاكل بتاعهم، الكالسيوم مهم جدا والمعادن. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره النهارده والحلقه فيها شغل، ولكن الزغلول الحلو في قلب الفرن، خلي بالكم بلح البحر ده محشي رز مع الفص الحلو ده كده، قلب الصغير لا يتحمل. تفاصيل عمل المكرونه، الرجاله شاطرين جدا بصراحه، يعني خشوا المطبخ يقول لك انا هعمل النهارده مكرونه بالتونه. ايه ارتباط الرجاله الشاطرين في ان هم يخشوا المطبخ يعملوا مكرونه بالتونه؟ الغربه. الواحد بيسافر مثلا بيتغرب، اسهل حاجه بيروح على اي سوبر ماركت جايب علبتين تونه، شويه مكرونه سالقهم، ويجي حاطط عليهم التونه. ولكن في تفاصيل كتيره في عمل المكرونه بالتونه، لازم البصلايه تتحمر كويس مع فص توم واخد طعم البصلايه من خير ارضنا مع معلقه زيت زيتون ومكعب من الزبده حتى الاحمرار جيدا. ده مطلوب، خلي بالك. خد التركيبه بقى اللي جايه وصلي على الحبيب قلبك يطيب، اضافه معلقه من الدقيق. الله عليك يا شيف، الله عليك وعلى شقوتك. اهو ده هديني حاجه اسمها وايت صوص حلوه. اه شفت الجو ده، هو ده دي المدرسه. تاني ونقلب كده. شفت البصلايه هنا؟ ما بقتش بصلايه، بقى موضوع تاني، بقى حدوته. ايه رايك تنزلي هنا بشويه زعتر او روزماري؟ هو ده. يلا الله عليك. فين التونه؟ احط ايدي على التونه، حطي دي على الخضار. ادي التونه، اللهم صل على النبي. الخضار بتاعنا كوسه جزر، العب هو ده. شويه سبانخ، مش هتقول لا. كل ده يا شيف؟ ونشيل كل ده من هنا ونوسع لنفسنا بقى عشان نطلع بالزغلول التاني اللي في الفرن. بس كده خلصنا المكرونه بالتونه. طبعا شطار في تقطيع الخضار مخرجنا بيسال، قطعت الخضار ده ازاي عشان التفاصيل الصغيره بسرعة كده. قطعناه ازاي؟ الطبيعي بتجيب السكينة ونيجي هنا وناخد كده فوق بعضيهم بالشكل ده كده. هيديك الشكل اللي هو التقطيع المسمى العلمي ليها او الطهوي جوليان. بالشكل ده. اوعى تعوري ايدك. كده قطعتهم بالشكل اللي انت عايزه. هناخد دول زي ما هم كده ونحطهم هنا. يلا حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شويه مكرونه بالتونه. غطى الحله معانا، المكرونه هنا بتتسلق، شفت المطبخ؟ شفت شقاوه المطبخ؟ لسه دي مكرونه. بص عليها، بص عليها مخرجنا الجميل. المكرونه يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده هو ده هو ده. التست عالي تحت، الطعم الجميل تحت في قلب تحت السبانخ في البدايه خالص. فاكرين ولا افكركم؟ زيت زيتون، بصله ناعمه، تومه ناعمه، نزلت معلتين دقيق والميه بتاعت المكرونه. ايه المطبخ الشقي ده؟ ايه المطبخ السهل ده؟ ايه ده؟ ده انا جوزي بيخش يكركب المطبخ. بتعمل ايه يا حبيبي؟ اعمل لك مكرونه بالتونه مدام. هنغطي الحله ونسيبها واحنا مع بعض كده. عينيا. ايه رايك؟ هو ده هو ده. وتجيبي التونه السليمه القطع. نغطي الحله دي يا عم الشيف ونسيبها. اغطيها بقى عشان معناش وقت. ايه رايك حبيب قلبي؟ يلا تمام. بص على المكرونه، بص على الحلاوه، وصلي على الحبيب.
ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلص المكرونه بالتونه؟ هو ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مكرونه استوت، السبانخ استوت، الالوان الجميله من خير ارضنا، سبانخ، جزر، كوسه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ نعم نقدر نعملها بالفراخ بنفس الطريقه، بس في الحاله دي طبعا الفراخ هنسويها شويه غير التونه. عايز تعملها بالسلمون؟ نعملها بالسلمون نفس الطريقه. يلا حالا يلا نغرف المكرونه دي بسرعه. يلا اللهم صل على النبي. المكرونه نغرفها ونخليها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المكرونه خلاص. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشفا. الجمبري بتاعنا خمان خالص، وعلى فكره موضوع الجبنه ده اختياري. حابه تحط جبنه اهلا وسهلا. ناخد الجمبري الحلو ده كده. لا سامع الصوت، سامع الصوت الشقي ده كده. هو ده هو ده. يلا هنا